اسعد الله اوقاتكم متابعين ومتابعات قناه شوف تيفي. مرحبا بكم معنا اليوم في هذا البث المباشر من مدينه القنيطرة. مرحبا بكم معنا كيف ما كتشاهدوا معنا متابعين الافاضل. امطار الخير الحمد لله عليها في هذه اللحظات، الله يرحمنا ويعطينا على قد ما يا ربي. مرحبا بك سي عبد الملك، مرحبا بك معنا في هذا البث المباشر. مرحبا بكل متابعين ومتابعات قناه شوف تيفي، مرحبا بكل اللي التحق بنا الان في هذا البث المباشر. كيف ما كتشاهدوا معنا متابعين الاجواء قبل نص ساعة من الأذان. تحية السي إسماعيل من مراكش، مرحبا بك معنا. مرحبا سي بوشعيب، مرحبا بكل المتابعين اللي التحقوا بنا الان. مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من مدينه القنيطرة. كيف ما كتشاهدوا معنا امطار الخير الحمد لله في هذه اللحظات. شكرا سي عبد الحفيظ، بارك الله فيك، كيقولنا بصحة الشتاء، شكرا لك. اذا كيف ما كتشاهدوا معنا متابعين الافاضل امطار الخير الحمد لله، الله يعطينا على قد النفع يا ربي. هذه اللحظات احنا الان سي او لدنيا، عفوا لدنيا، احنا الان بالضبط بمدينه القنيطرة في قرب محطه القطار ديال القنيطرة، قدام امام لاراك اللي معروفه دار الضوء. كيف ما كتشاهدوا معنا المتابعين الافاضل الله يرحمنا ويعطينا على قد النفع يا ربي. مرحبا كل اللي تحكم الان، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من مدينه القنيطرة. كيف ما كتشاهدوا معنا اجواء هذا امطار الخير، الحمد لله. الله يعطينا على قد نفع يا ربي. مرحبا رجاء كازا، مرحبا بك معنا. فعلا احنا الان قبل الاذان بنص ساعه او قل نص ساعه، ومسبقا بصحة فطوركم والناس اللي فطروا دابا على حسب المدن بصحتكم فطور. معرفتش شكون المدن اللي فطرت دابا الان، انا كاين اللي عنده الفرق بيناتنا شي ساعه على حسب على ما اعتقد اكادير واش مورانا ولا قبل منا، ما بقيتش عاقل بالضبط، ولكن على ما اعتقد عندهم فرق ديال شي ربع ساعه ولا بحال هكايا. مرحبا ابراهيم، مرحبا بكل المتابعين اللي تلحقوا بنا الان. هادي احنا الان في مدينه القنيطرة. هاد الاجواء امطار الخير، الحمد لله. الله يعطينا على قد نفع يا ربي. إذا ما بقى إلا نقول لكم شكرا على المتابعة وإلى اللقاء وصحة فطوركم. باقي الأذان المغرب بحسب التوقيت المحلي للقنيطرة 4 دقائق. إذا ما تنساوش أنكم تبارطاجيو، وشكرا مرة أخرى وإلى اللقاء.